يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام. هناك مثل دنماركي يقول: شباب بلا أحلام، ربيع بلا زهور. لكن لا يزال الشباب وبالتحديد الشباب السوري عم يحلم ويسعى للأفضل رغم كل الصعوبات والتحديات يلي عم يواجهها. وكمان عم نلاحظ أنه هني من الشباب المتميز ببلاد اللجوء مثل ما عم نشوف. آلاء وصباح الخير. وداد يسعد صباحك ويسعد صباحكم مشاهدينا بحلقة جديدة من صباح سوري، وأكيد بنتمنى لكم بداية أسبوع تكون مليئة بالخير والتفاؤل. ومع بعض بنشوف أبرز العناوين لحلقة اليوم. تشاهدون في حلقة اليوم من صباح سوري: انطلاق أعمال الملتقى الرابع للشباب في اسطنبول، سامي والسنافر مسرحية ترفيهية للأطفال في مدينة عزاز، الرمق الأخير لعبة تحاكي أحداث الثورة السورية، آخر الأخبار الرياضية المحلية والدولية، انطلاق عمل المركز السوري لمكافحة المخدرات في الشمال السوري، والختام مع سؤال الحلقة حول أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه الشباب السوري. كونوا معنا. نعم مشاهدينا، رجعنا لكم من جديد. يحتفي العالم بيوم الشباب العالمي سنويا في 12 من شهر آب لتركيز اهتمام المجتمع الدولي بقضايا الشباب والاحتفاء بإمكانياتهم وأيضا بوصفهم شركاء في المجتمع العالمي المعاصر. صحيح وداد، واليوم أردنا تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه الشباب السوري في ظل ظروف الحرب والتهجير واللجوء، وهو موضوع حلقتنا لليوم. نعم مشاهدين، أكيد بإمكانكم أو للمشاركة بتقدروا تزوروا صفحة حلب اليوم الرسمية، وللوصول مباشرة إلى رابط سؤال الحلقة بإمكانكم مسح الرمز الظاهر حاليا على الشاشة. عقدت هيئة علماء فلسطين ملتقاها الرابع للشباب في مدينة اسطنبول، وقد حمل المؤتمر عنوان الشباب وتحديات الهوية. صحيح وداد، واستضاف الملتقى المئات من مختلف دول العالم، وذلك للتأكيد على التمسك بالهوية الإسلامية والثقافية والتاريخية. مشاهدينا نتابع المزيد في التقرير التالي للزميل حسن الزيدي من ولاية اسطنبول، عفوا للزميل حسين الزيدي من ولاية اسطنبول التركية. يراد لنا أن تغيب هويتنا في ظل هيمنة الهويات الأخرى. فرقتهم الحدود والأوطان وجمعهم هم واحد وقضية مشتركة. هم أبناء وبنات المسلمين الذين حضروا من 40 دولة إلى مدينة اسطنبول للمشاركة في الملتقى الدولي الرابع للشباب، والذي تقيمه هيئة علماء فلسطين في كل سنة تحت عنوان معين. ولا يعلم نفسه إلا من أراد نشر الخير في الناس جميعا. نسعى إلى أن يكون هذا الملتقى برنامجا بنائيا تراكميا يخرج منه الشاب وقد تشبع بكل الأفكار التي تبني في نفسه الهوية، وقادر على مواجهة التحديات التي تواجهه لتذويب هذه الهوية أو تشويهها أو سلخها عنه. إضافة إلى أننا نريد من هؤلاء الشباب أن يكونوا منابر تأثير في أوطانهم وفي بلدانهم. الشباب وتحديات الهوية، عنوان اختارته الهيئة لملتقى هذا العام الذي ضم 300 شاب وشابة حضروا من العديد من دول العالم تحت هدف واحد في هذه القاعة. نحن اليوم هون بالملتقى العلمي الدولي الرابع للشباب، هذا الملتقى الذي يقوم عليه هيئة علماء فلسطين جزاها الله عنا كل خير. عنوان هذا الملتقى الشباب وتحديات الهوية، ولا يخفى عليكم أننا نحن السوريين من أكثر الشعوب التي شنت عليه حروب تغيير الهوية ومحاولات نزعه من انتمائه لهذه الأمة العظيمة. فأنا هنا ومعي إخواني السوريون الآخرون كلنا نؤكد على هذه الهوية. فإذا فقدت الكرامة لم يعد إنسانا،
يستضيف الملتقى في كل عام شخصيات عربية وإسلامية مؤثرة، ويستهدف الشباب بشكل عام على اعتبارهم حجر الأساس في بناء الأمم بحسب رأي الكثيرين من القائمين على هذا الملتقى. لم تمنعهم طول المسافات وساعات السفر من المشاركة في هذا الملتقى. مئات من الشباب العرب والمسلمين أكدوا من خلال مشاركتهم على تمسكهم بهذه الهوية. حسين الزيدي، حلب اليوم، من مدينة اسطنبول. أقيم على مدرج المركز الثقافي في مدينة عزاز شمالية حلب مسرحية ترفيهية تربوية للأطفال بعنوان سامي والسنافر، حضرها عدد كبير من الأطفال وأهاليهم. مشاهدينا، نتابع المزيد في التقرير التالي. قدمنا اليوم مسرحية بعنوان سامي والسنافر موجهة للأطفال. طبعا من سنة قدمنا مسرحية سامي الشجاع أيضا موجهة للأطفال، وهي المسرحية هي استكمال لسلسلة مسرحيات إن شاء الله عم نشتغل عليها. مسرحيتنا اليوم كانت بتحكي عن سامي الطفل الكسول والمشاغب اللي ما بيسمع كلمة والده وما بيحب يذهب على المدرسة. يعني طبعا والده بيعطيه عدة نصائح ما بيلتزم فيها، وبيطلع على الغابة وبيوقع بخطر إنه يمسكه شرشبيل. بيجوا سنافر حلوين صغار، هنا طبعا أطفال الممثلين دربناهم خلال 3 شهور الماضيات وتعبوا معنا كتير. بيجوا هن السنافر بيحطوا خطة لإنقاذ سامي وبينقذوه من بين إيدين شرشبيل وبيرجعوا فيه لعند أهله، بيكون تعلم درسه. ووصلنا رسائل حلوة ومفيدة تربوية وأخلاقية هادفة للأطفال اللي بيحضروا المسرحية. طبعا المسرحية مجانية تماما، مقدمة كهدية من فريق صبح الثقافي لأهلنا في المنطقة. لإنقاذ سامي. أنا أخذت دور شرشبيل بهذه المسرحية، وصراحة ما كنت متوقع إنه تطلع لهالدرجة، يعني ما كانت تطلع ضابطة بالبروفات. انبسطت الصراحة، يعني ما كنت متوقع لهالدرجة، يعني الأولاد يحبوا دور شرشبيل معنا لأنه دور شرير يعتبر، وما كنت متوقع كمان إنه أداء يطلع هيك، ما كنت يعني واثق من حالي لهالدرجة. مسرحية انبسطنا كثير، قصة بتحكي عن السنافر، نتعاونهم هن والشرشب من الهدف والهدف مفهوم، وشرشبي لأنه مسك الهدف الكسلان، بعدين أجوا تعاونوا كلياتهم سوا، وبعدين اسمعوا مني خذوا معك سنافر هدف، بعدين هذا عطوا الشرشبي وحرروا السنفور. ومبسطنا كلياتنا سوا. جينا اليوم حضرنا المسرحية، شفنا الشرشبيل والسنافر، تعاون السنافر وحضرناها وفرحنا فيها كثير. لا تعرفي شو أكتر شيء هيك يعني لفت نظري بالمسرحية، طبعا غير التمثيل الهيك اللطيف والحلو للأطفال، إنه المسرحية عاملينها باللغة العربية الفصحى، فهذا الشيء إنه ممكن يقوي لغتهم منيح للأطفال. وغير هيك يعني كمان هي ترفيهية هيك بتخليهم شوي يطلعوا من أجواء الحرب والنزوح والضغوطات اللي هم غير هيك شوها. يعني إذا لاحظتي وداد الطريقة اللي كانوا عم يحكوا فيها هي طريقة جدا سلسة وما كانت بالنسبة لهم صعبة أبدا. يعني كانوا مرتاحين جدا هنن وعلى المسرح، وأنا بالنسبة لي كتير حبيت الفكرة لأنه يمكن أنا كتير بحب السنافر. كنت جاي أسألك إني كنت تحضريهم جدا. أنا لهلأ بحضر. مين أي صنفور كان المحبب هلأ لك؟ أنا كلهم بحبهم، بس في صنفور غضبان أنا كتير بحب شخصيته كنت غضبان؟ يعني أنا والصنفور اللي كانوا بيطبخ
على طول طباخ. ايه فهذا اللي بيعمل على طول وصفات وهن بينزعوا له هي. فانا كثير بحب هذا البرنامج. بس شفنا غياب يعني انه صنفوره ما كان في صنفوره ليش بالمسرحيه يعني انت بتفضل لو هلا صنفوره هلا صنفوره كون هي كانت على طول عندها اهتمامات ثانيه وعلى طول هي هيك شوي ما كانت على طول معهم فيمكن بجوز يكونوا مغيبين لهذا السبب. يلا معناها نحن يعني في حال رح يعملوا كمان جزء ثاني للمسرحيه فنحن منطالب بوجود صنفوره. طبعا مشاهدينا بعد الفاصل رح نكون مع لعبة تحاكي أحداث الثورة السورية ابقوا معنا. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد وبنرجع نذكركم بسؤال حلقتنا لليوم عن أبرز التحديات التي تواجه الشباب السوري. صحيح للمشاركة بتقدروا تزوروا صفحة حلب اليوم الرسمية وللوصول مباشرة إلى رابط سؤال الحلقة بتقدروا تمسحوا الرمز الظاهر حاليا على الشاشة. الرمق الأخير هي لعبة تحاكي أحداث الثورة السورية من تصميم المبرمج السوري عدنان أسمر وتعد الأولى من نوعها وأيضاً ستتوفر بنسختين للكمبيوتر وأجهزة الأندرويد. مشاهدينا نتابع المزيد عن اللعبة في المادة التالية ونعود لنرحب بضيفنا. مشاهدينا للحديث أكثر عن هذا الموضوع بيسعدنا الرحب بالأستاذ عدنان أسمر مبرمج سوري. أهلا وسهلا فيك أستاذ عدنان، صباح الخير. يسعد صباحكم وتحياتي لكم، يسعد صباحكم وصباح السادة المشاهدين اللي عم بيشوفونا واللي عم يسمعونا. أهلا وسهلا أستاذ عدنان، لو تحكي لنا بالبداية شو الفكرة من اللعبة وليش اخترت أن هي اللعبة تكون عم بتحاكي أحداث الثورة السورية؟ بداية هلا هي الفكرة مي وليدة اللحظة لصراحة، يعني هي خلينا نقول انه كان في عندي شيء طبعا قبل الثورة
حصلت على جائزة اليونسكو بأولمبياد البرمجي العالمي بسنة 2007، فكان في هاك الوقت في شوية محاولات عندي لبرمجة هيك شيء، لأنه نحن وعينا في هداك الجيل، يعني فترة وعينا كانت على الألعاب اللي كانت تستخدم أسلوب رسوميات بسيط بس، ولكن كانت تقدر توصل، خلينا نسميها رواية أو توصل قصة، ويكون اللاعب جزء من هالأحداث هاي اللي هي اللي ممكن يعيشها يتفاعل معها. فالفكرة من اللعبة هي إنه تخلي خلينا نسميه اللاعب اللي موجود برا سوريا أو اللي مجموعة اللاعبين اللي موجودين اللي ما خاضوا أحداث الثورة السورية يقدروا يعيشوا هاي الأحداث، لأنه الأفلام أو الموسيقى أو الكتب أو الروايات ما بتقدر بتوصل الأحداث إلا من وجهة نظر الكاتب، بينما وقت اللي بيكون اللاعب جزء من اللعبة ونقدر نوصل له الأحداث اللي ممكن إنه صارت بالثورة السورية ونعطيه حقه ويقدر يتفاعل معه ويشوف خلينا نسميه البيئة، يعيش الرعب، يعيش الصوت تحت صواريخ الطيران، يعيش هالقصص هاي اللي عشناها نحن كسوريين ب 11 سنة من الثورة و 11 سنة من المعاناة ضد النظام، ضد نظام الأسد. فكانت الفكرة أنه اللاعب اللي برا سوريا أو خلينا نسميه اللاعب الغير عربي أنه يقدر يعيش هاي الأحداث، لأنه طالما راح تكون اللعبة كمان ترجمة إلى عدة لغات وراح تحاكي كمان أو خلينا نسمي راح تحاكي وقائع صايرة من الثورة السورية للاعبين اللي موجودين الغير سوريين واللاعبين العربي اللي ما قدروا يعيشوا هاي التجارب. نعم أستاذ عدنان، أكيد بدي أرجع أصبح عليك ورحب فيك معنا. لو تحكي لنا أكثر عن التقنيات اللي استخدمتها بتصميم وتطوير اللعبة وقديش يعني استغرقت هاي العملية كلها، وأيضا يعني على سيرة أنه يعني اللعبة هي تحاكي يعني أحداث الثورة، يعني ممكن مثلا أنه نشوف فيها أنه شخصيات ثورية صور مثلا أو يعني توضح لنا أكثر. تمام. هلأ بالنسبة للتقنيات بالأول، خلينا نقول بالنسبة للتقنيات صراحة يعني هي هذا المجال يلي خلينا نسميه أنه صعب أنه تعلمه أو صعب خلينا نقول أنه الإلمام فيه، يعني بالنسبة لي أنا كنت شخص واحد يلي ممكن أنه الواحد يلم فيه. هلأ اليوم محرك اللعبة هو مجموعة ضخمة جدا من المكتبات يلي عم تتحد مع بعضها، للأسف هاي المكتبات ما في إلا مصدر واحد، يعني هي فيها تقريبا 70% من المكتبات اللي موجودة من اللعبة هي مكتبات من كتابتي على لغة C++. بينما التقنيات مثلا رسم الثلاثي الأبعاد استخدمت فيها مجموعة من البرامج مثل مايا، مثل بلندر، مثل 3D Max، مثل السينما 4D للتحريك وتحريك الشخصيات Advanced Motion Capture. واستخدمت طبعا بالنسبة لواجهة البرمجي أو الـ IDE تبع البرمجي أو البيئة هي Microsoft Visual Studios، يعني اليوم اللعبة مكتوبة بالـ C++ كلغة برمجي ومستعين بأكثر من محرك. طبعا في محرك نانوسوفت AI Engine يلي هو برمجته جديد يلي بيعتمد على سياسة المحاكاة يلي ممكن أنه الذكاء الصناعي أو اللاعب اللي موجود ضد اللاعب يلي موجود في اللعبة بيدخل بكذا، يعني بيدرس خلينا نسميها طريقة اللعب تبع اللاعب وبيتعامل على أساسها كرمال ما يكون في تكرار بأسلوب اللعب عند البوت أو عند العدو اللي موجود في قلب اللعبة. هلأ بالنسبة لأنه ممكن أنه نشوف فيها شخصيات من الثورة السورية، هلأ أنا ما رح أحكي أي شيء عن هذا الكلام خصوصا بالقصص يلي موجودة حتى تكون هيك مثل خلينا نسميها لحتى تكتمل نطاقات القصص يلي ممكن أنه تكون موجودة فيها، لأنه هي رح تتناول أكثر من قصة. هاي الشغلة. والشغلة الثانية اللي هي رح تكون بلعب او بوضع لعب المالتي بلاير يلي ممكن انه يكون في مجموعه من السيرفرات او مجموعه من المخدمات ينزلوا فيها اكثر من لاعبين ويقدروا يتعاملوا فيها او يقدروا يلعبوا فيها مع بعض عن طريق الانترنت او يقدروا يرجعوا يعيشوا القصه من اول وجديد مع مجموعه. طبعا التركيز اليوم هو على خلينا نسميه على طريقتين اللعب، هو الستوري مود يلي انا من خلاله اللاعب الافرادي اللي راح يعيش القصص او راح يعيش مجموعه القصص، واللاعب خلينا نسميه المالتي بلاير جيم يلي راح يكون فيها اكثر من لاعب بيلعبوا عن طريق الانترنت. جميل. استاذ عدنان، اليوم مثل ما بنعرف يعني العمل البرمجي والتصميم هو ما هو عمل سهل ابدا، لو تخبرنا شو هي الصعوبات يلي واجهتك اثناء تصميم هي اللعبه؟ تمام. هلا للاسف اليوم وقت اللي بدنا نطلع على مجال الالعاب، هلا مجالات البرمجي المتبقي او خلينا نسميها مجالات البرمجي الثاني مثل برامج الاتمته، برامج خلينا نسميها المحاسبه، برامج خلينا نسميها اللي بتخدم وظيفه محدده، البرامج البسيطه بيكون فيها اعتماد فقط على مجموعه من البرمجيات المحدده او مجموعه
بسيطة من الأكواد اللي ممكن تخدم غرض محدد. بس وإنما اليوم وقت اللي نحن نحكي على خلينا نسميها على لعبة مثل The Last Breath اللي عاد بيشتغلها هلأ أو الرمق الأخير أو النفس الأخير، طبعا هي بتعتمد على مجموعة كتير كتير كبيرة من خلينا نسميها المكتبات، مثل مكتبات الرياضيات، مثل مكتبات الفيزيائيات، مثل مكتبات محركات التصوير. فالصعوبات الأكبر بصراحة لحتى قدرت تكون هالمعلومات هاي، طبعا بالإضافة للعمل على برامج اللي خلينا نسميها التصميم الثلاثي الأبعاد، برامج التحريك، برامج النمذجي، طبعا هذا استغرقني وقت. هاي الصعوبات اللي خلينا نسميها قدرت اتخطاها لأنه تعلمت هاي البرامج، أو خلينا نسميها الصعوبات الثانية يلي واجهتني بصراحة هي اليوم عدم توفر المراجع العربية مع الأسف. يعني اليوم ممكن أنه أنا أكون قدرت أقرأ 3 كتب بالسنين ما قبل الثورة، كان أحداها من أفضل المراجع لجيسون غريغوري أو The Architecture of the Game Engines. فهي هاي المكتبات أو خلينا نسميها المراجع كانت صعبة التوفر للمبرمج العربي مع الأسف. نعم. هذا الحكي مو بس بيواجهني لألي، بيواجه أي مبرمج عربي. أستاذ عدنان، لو تخبرنا يعني أمتى رح تكون اللعبة هي متداولة بين أيدي المستخدمين؟ في تاريخ محدد؟ في شروط أيضا لتنزيلها والمشاركة فيها؟ تمام. هلأ بالنسبة لموعد ما بقدر أجزم حاليا، ولو بالوقت الحالي ما بقدر أجزم أبدا أيمت رح تكون متوفرة، لأنه يعني اليوم كل فكرة أو كل قصة بحاجة لأنه تأخذ حقها. ف وقت اللي برمجت اللعبة أو وقت اللي باشرت هالمشروع هذا، خلينا نقول اهتميت في أدق التفاصيل وحاولت حتى حاكي أفضل مستوى ممكن اللي وصلت له الألعاب، يعني ما حاولت أنه أعمل كومبرومايزيشن لأي شيء. فموعد محدد لانطلاق اللعبة للأسف ما في، لأنه أنا شخص واحد الأخير عم يشتغل في اللعبة، فأي شيء ممكن أنه أي أمر طاري أو أي تعسير ممكن أنه يصير فهو راح يأثر على الموعد. فماني حابب أنه حط موعد محدد للتسليم. الأستاذ عدنان أسمر، مبرمج سوري، كل الشكر لحضورك معنا بحلقة اليوم. كنت معنا للحديث عن لعبة الرمق الأخير. أكيد بدنا نتمنى لك كل التوفيق والنجاح. شكرا لكم. شكرا لك. أهلا وسهلا لك. أصدقاء برنامج صباح سوري مثل العادة بيغنونا بصور وفيديوهات مميزة، واليوم معنا مجموعة صور أغلبها لأطفال في بنش بعدسة الصديق مصطفى محمد بشقة. طبعا مشاهدينا مع كل الشكر لمصطفى، منتابع سوا الصور. شكرا يا مصطفى، وأكيد بدنا نتمنى لك يوم سعيد من وين ما كنت عم تتابعنا أو عم تحضرنا. مشاهدينا منروح لنتابع حالة الطقس اليوم بسوريا، خليكم معنا. مشاهدينا حلقتنا مكملة معكم، وبعد الفاصل رح نكون مع الكابتن ميسر وآخر الأخبار الرياضية، خليكم معنا.
أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا عن جديد، ومنذكركم بسؤال الحلقة لليوم: ما هي أبرز التحديات التي تواجه الشباب السوري؟ نعم مشاهدينا، للمشاركة بتقدروا تزوروا صفحة حلب اليوم الرسمية، وللوصول مباشرة إلى رابط سؤال الحلقة بتقدروا تمسحوا الرمز الظاهر حاليا على الشاشة. مشاهدينا، ومننتقل لفقرتنا الرياضية. طبعا بيسعدنا الرحب بالكابتن ميسر يلي انضم لنا بالاستوديو. اهلا وسهلا فيك ميسر، صباح الخير. صباح الخير. انا يسعد صباحك كابتن. يسعد صباحك. شو محضر لنا لليوم؟ اليوم راح نحكي عن دوري الشباب، مواجهات الجولة العاشرة راح تنطلق مساء اليوم، بالاضافة للدوري الانجليزي ابرز النتائج، والدوري الاسباني اللي انطلق كمان الاسبوع الماضي، وايضا الدوري الالماني كمان الجولة الثانية. تفضل. شكرا. يسعد صباحكم مشاهدينا ومتابعينا جولتنا الرياضية اليوم، راح نبدأها من دوري الشمال السوري لفئة الشباب ومواجهات الجولة العاشرة والتي ستنطلق اليوم. ففي الافتتاح سيلتقي جرابلس مع الصقور، فيما سيلاقي يوم الثلاثاء الباب قباسين، وفي الختام سيحلو الكرامة ضيفا على تدمر. وقبل بداية مواجهات الجولة العاشرة خلونا نتعرف على ترتيب فرق الدوري. الباب أولا ب 21 نقطة، قباسين ثانيا ب 19 نقطة، الصقور ثالثا ب 16 نقطة ولديه مباراة مؤجلة، جرابلس رابعا ب 12 نقطة، الكرامة خامسا ب 8 نقاط، بزاعة سادسا ب 3 نقاط، وتدمر أخيرا من دون نقاط. إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وأبرز النتائج، فقد واصل أرسنال بدايته القوية في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما حقق فوزا عريضا على ضيفه ليستر سيتي بأربعة أهداف لهدفين مساء السبت على ملعب الإمارات ضمن الجولة الثانية من البريمير ليج. سجل أهداف الجنارس كل من جابرييل جيسوس هدفين وغرانيت شاكا وغابرييل مارتينيلي، فيما سجل هدفين ليستر كل من ويليام ساليبا بالخطأ في مرماه وجيمس ماديسون. ومن جهته تلقى مانشستر يونايتد هزيمة مذلة أمام مضيفه برينتفورد برباعية نظيفة مساء السبت على ملعب غريفن بارك ضمن مباريات الجولة الثانية للبريمير ليج. سجل رباعية برينتفورد كل من بيليندا جوشوا دا سيلفا، مالياس يانسين، بين مي وبريان بيمو. وبهذا الانتصار رفع برينتفورد رصيده إلى أربعة نقاط ليرتقي إلى المركز الثالث، بينما تذيل مانشستر يونايتد جدول الترتيب من دون نقاط. لم يجد حامل اللقب مانشستر سيتي أي صعوبة في تجاوز ضيفه بورنموث برباعية نظيفة مساء السبت ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز. وأحرز أهداف السيتي كل من إلكاي غوندوغان، كيفن دي برويني، وفيل فودن، وجيفرسون ليرما بالخطأ في مرمى فريقه. وبهذه النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 6 نقاط من فوزين متتاليين، فيما تجمد رصيد بورنموث عند 3 نقاط. خاطف توتنهام تعادلا قاتلا بنتيجة هدفين لهدفين من مباراة مضيفه تشيلسي في المباراة التي احتضنها ملعب ستانفورد بريدج مساء أمس الأحد ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل ثنائية تشيلسي كاليدو كوليبالي وريس جيمس، بينما سجل هدفي توتنهام إيميل هوبرغ وهاري كين. بهذه النتيجة يكون تشيلسي قد رفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز السابع، كما رفع توتنهام رصيده إلى 4 نقاط محتلا المركز الرابع بفارق الأهداف. من إنجلترا وإلى إسبانيا، فقد استهل فريق إشبيليا رحلته في الدوري الإسباني لكرة القدم لا ليغا بالخسارة أمام مضيفه أوساسونا بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة في الجولة الأولى من المسابقة. تقدم أوساسونا بهدف سجله إزكويل أفيلا، فيما عدل إشبيليا عن طريق رافائيل ميرفيزينتي.
قبل أن يسجل إيمار أورزو هدف الفوز لأوساسونا من ركلة جزاء. بهذه النتيجة يكون أوساسونا قد حصد أول 3 نقاط له في الدوري هذا الموسم، فيما بقي إشبيليا من دون نقاط. استهل برشلونة مشواره في بطولة الليغا هذا الموسم بالتعادل السلبي بدون أهداف أمام رايو فاليكانو مساء السبت في معقل بلوغرانا سبوتفاي كامب نو ضمن المرحلة الأولى من الدوري الإسباني. وبحسب شبكة أوبتا الإحصائيات فإن برشلونة قد تعادل سلبيا في أول مباراة له في الليغا للمرة السادسة في تاريخه. وأضافت الشبكة للمرة الثانية تعادل برشلونة بهذه النتيجة على ملعبه، حيث كانت أول مرة ضد ريال سوسيداد سبتمبر عام 86. ومن جهته حقق ريال مدريد الانتصار بهدفين لهدف خلال مواجهة ألميريا في مستهل مشواره للدفاع عن لقب الليغا في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب باور هاوس. سجل ثنائية الميرينجي كل من لوكاس فاسكيز وديفيد ألابا، بينما سجل لألميريا لارجي رامزاني. بهذا الانتصار حصد الريال أول 3 نقاط له ليحتل المركز الثالث، بينما تجمد رصيد ألميريا من دون نقاط في المركز 17. من إسبانيا وإلى ألمانيا، فقد حول فريق بوروسيا دورتموند تأخره بهدف أمام مضيفه فرايبورغ إلى فوز ب3 أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم. سجل أهداف دورتموند كل من جيمي بينوي، يوسوف موكوكو وماريوس وولف، فيما سجل هدف فرايبورغ الوحيد ميكائيل غريغوريتش. بهذه النتيجة رفع دورتموند رصيده إلى 6 نقاط، فيما تجمد رصيد فرايبورغ عند 3 نقاط. أخيرا فقد حقق بايرن ميونخ الفوز على ضيفه فولفسبورغ بهدفين نظيفين في اللقاء الذي استضافه ملعب أليانز أرينا ضمن لقاءات الأسبوع الثاني من عمر مسابقة الدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم. سجل أهداف بايرن ميونخ كل من جمال موسيالا وتوماس مولر. بهذه النتيجة فإن الفريق البافاري يكون قد حقق العلامة الكاملة في أول جولتين ليستعيد صدارة سلم ترتيب الدوري الألماني بفارق الأهداف فقط عن بروسيا دورتموند، بينما تجمد رصيد فولفسبورغ عند 1 نقطة في المركز 15. لهون بنوصل معكم مشاهدينا لنهاية أخبارنا الرياضية لليوم، وبنرجع لزملائنا في الاستديو. يعطيك العافية كابتن، شكرا لك. كيف شفت لعب برشلونة هلأ هيك بشكله الجديد بالدوري؟ هلأ حقيقة برشلونة يعني يبدو الفريق جيد متنافس، ولكن يعني لا زالت عناصر الفريق أغلب أجداد، يبدو التجانس أو يعني طريقة التجانس بين اللاعبين لسه ما اكتملت. شفنا مهارات فرديا كان من رافينا كان من ليفاندوفسكي، يعني عم يحاولوا يخترقوا للمرمى، لكن بالمباراة الأولى برشلونة ما قدر يسجل. كمان يعني رايو فاليكانو كمان يعني كان كفريق واقف منيح قدامهم، فهذا السبب يمكن اللي خلى برشلونة شوي متعثر بأول جولة، ممكن راح نشوفه بالجولات القادمة يعني ممكن يقدم أداء أفضل، أو حتى ممكن تكون نتائج يعني حتى من المتوقع على هاي العناصر اللي موجودة على طريقة اللعب اللي شفناها، أكيد برشلونة راح يمشي يعني بقوة بمسابقة الدوري. شكرا لك ميسر، ويعطيك ألف عافية على المعلومات الرياضية اللي اليوم أغنيت حلقتنا فيها. شكرا لك. أطلق نشطاء سوريون المركز السوري لمحاربة المخدرات بهدف نشر التوعية في مناطق شمال غرب سوريا من مخاطر الآفة التي تنتشر بين فئة الشباب لحمايتهم من الانزلاق في مهاوي الإدمان. مشاهدينا نتابع المزيد عن المركز وأهدافه في التقرير التالي. وصل الشمال السوري إلى مرحلة الخطر لكثرة الضحايا الذين وقعوا في شباك تجار المخدرات، لذلك استشعر بعض الأفراد والمؤسسات تدهور حال الشباب في المنطقة وبدأوا بالبحث عن حلول لتفادي كارثة إنسانية وللحد من تعاطي المواد المخدرة بأنواعها. كخطوة في هذا الطريق تم تأسيس المركز السوري لمحاربة المخدرات وعلاج الإدمان والحد من توسع دائرة المتعاطين.
المركز يهدف إلى توعية الشباب من مخاطر آفة المخدرات وتحذيرهم من الوقوع بشباك مروجيه والعمل على بناء جيل واع سليم. مركز جسور للدراسات أكد في دراسة أجراها بداية العام الحالي وجود معامل كابتاغون في الشمال السوري وزراعة مادة الحشيش في سلقين وحارم في ريف إدلب وعفرين والراعي في ريف حلب، مشيرا إلى أن هذه العمليات تتم بحماية من قيادات عسكرية وأمنية في المنطقة. فرق محلية وهيئات أطلقت ندوات في الشمال السوري للتحذير من خطر المخدرات، منها ساعدني لأشفى في مدينة عزاز وريفها، بالإضافة إلى نشاطات توعوية بين الأهالي للحث على عدم الانسياق مع تجار ومروجي المخدرات. نعم مشاهدينا، مشوارنا الصباحي مكمل، وبعد الفاصل رح نكون مع تعليقاتكم على سؤال الحلقة، خليكم معنا. نرافق مشاريع التعليم وهموم طلابه وآمال سفرائه سعياً لنكون الصوت والبوصلة. معي أنا أنور أبو الوليد ببرنامج كراسات على قناة حلب اليوم في الأوقات التالية. لأننا نهتم بكم فإننا نتابع أحوالكم اليومية والمعيشية والخدمية ونتبنى قضاياكم، نواجه المسؤولين ونسائلهم، نطرح الحلول ونتابع الإجابات. سأكون معكم أنا مصطفى عبد الله في برنامج قضايا. أهلا فيكم مشاهدينا بآخر فقراتنا لليوم، وصلنا معكم لوقت قراءة تعليقاتكم على سؤال الحلقة حول التحديات التي تواجه الشباب السوري. صحيح وداد، تعليق الأول معنا على سؤال حلقتنا لليوم من فادي أبو منذر، عم بيقول مسايرة الحاضي والتفكير بالمستقبل، يعني الشاب على طول عم يواجه تحديات بتأمين لقمة العيش والمتطلبات اليومية مع قلة فرص العمل وتفكيره بمستقبله، وكيف رح يأمن هذا المستقبل لحتى يكون قادر على الاستقرار ويكون قادر على بناء أسرة مستقرة. أيضا سلمى سيف عم تقول كل حياته تحديات، من وقت يفتح عيونه لوقت يغمضهم، عدم استقرار، غلاء والمجهول يلي بيعيشه دائما بقلق. حمزة الصوفي كان عنده رأي تاني وقال الحمد لله نحن ما منواجه تحديات، نحن منواجه معضلات مستحيلة الحل. أيضا حسام عز الدين عم يقول إيجاد فرص العمل المناسبة وتأمين متطلبات المعيشة في ظل الظروف الصعبة يلي عم يمروا فيها. نسيم عيروت قال فقدان الشعور بالاستقرار على صعيد الإقامة والعمل والحاضر والمستقبل.
طبعا التعليقات مشاهدينا انتهت معنا. للحديث أكثر عن هذا الموضوع بسعدنا نرحب بالأستاذ سلمان العباس، باحث اجتماعي. أهلا وسهلا فيك أستاذ سلمان، صباح الخير. يا مرحبا بك، صباح النور. أهلا وسهلا. يعني تابعت معنا التعليقات، كان في تعليقات متفاوتة بين الردود من المتابعين. شو رأيك بهي التعليقات اللي وردت على سؤال حلقتنا لليوم؟ بدي انطلق من تعليق الأخ اللي قال أنه عنده معضلات مستحيلة الحل كشباب. يمكن يكون في حالة نزأ أو مواجهة تحدي ما نطلق هاي الأحكام العامة، لكن بنفس الوقت إذا اعترفنا نحن أنه في تحديات كبيرة وأساسية عم بتواجه الشباب في منطقتنا العربية، وفي ظل سياق الثورات وما نتج عنا من تدخلات عنيفة من السلطة ونزوح واضطرابات مجتمعية كبيرة، الشباب فعلا بيواجه مشكلة كبيرة سواء في الحصول على التعليم المناسب أو فيما بعد فرصة العمل أو الزواج المستقر، وكذلك وجود مساهمة مجتمعية له. لكن بالمقابل من 10 سنوات 11 سنة إلى الآن كتير صار في ضوء، تسليط للضوء أكثر على دور الشباب وإمكانياتهم، سواء من ناحية أنه هن كانوا العمود الفقري لتفجير الثورات العربية ومحاولة التغيير نحو الأفضل، وكذلك في العمل المجتمعي والإنساني والإغاثي اللي كتير أخذ زخم في السنوات الماضية كان في دور للشباب بعد ما في مراحل سابقة كان مقتصر على الكهول أو اللي هن فوق 30 أو فوق 40 سنة. نعم أستاذ سلمان، اليوم إذا بدنا نحكي على يعني الشباب اللي بيعيشوا بالداخل السوري، يعني سواء كان بمناطق النظام أو حتى في المناطق المحررة، يمكن هناك الظروف المعيشية هي يعني صعبة كتير وأكثر من الظروف اللي عم يعيشها الشباب بدول اللجوء. أيضا الضغوطات بالداخل هي كمان أكبر بكتير. اليوم الشباب اللي هن بالداخل كيف يعني الصعوبات والتحديات اللي عم يواجهوها جوا بالداخل شو هي؟ أنا بحكم تردادي المنتظم لشمال سوريا المحرر حقيقة كتير بخالط الشباب سواء من المراحل الجامعة أو المراحل الثانية، الخوف من المجهول هذا حق وهن كتير بيعانوا من هذا الموضوع أنه شو هو الخطوة التالية، البحث عن فرصة دراسة مناسبة من ناحية التكاليف ومن ناحية مناسبة لميوله، رقم ثلاثة وجود عمل جزئي يقدر يشتغل فيه إذا كان طالب جامعي أو إذا ما كان طالب جامعي وتفرغ للعمل أنه يلاقي العمل المناسب اللي بحقق له كفاية وبيأمن له فرصة استقرار ليدعم أسرته الحالية أو أسرته المستقبلية. المشاركة المجتمعية هي أحد الهواجس وأحد المشاكل اللي بيحكوا فيها شباب دائم أنه لا يشاركون مجتمعيا بالشكل الكافي سواء في الاستشارات المجتمعية أو في صنع القرار. إلى الآن رغم أنه الوضع تحسن قليلا لكن أبدا مو بالشكل الكافي لحتى الشباب يكونوا هن فعلا موجودين، وفعلا هي الطاقة الكبيرة والحماس والهمة والآمال الموجودة في مرحلة الشباب تستثمر بشكل صح عشان يصير في نهضة مجتمعية مناسبة وقائمة على أبناء هذا البلد وأبناء هذا المجتمع. وهون أنا عندي رسالتين تنتين، الرسالة الأولى للأشخاص اللي ممكن نسميهم هن شباب متقدم أو في مرحلة ما فوق سن الشباب اللي هن إلى درجة كبيرة ماسكين القرارات ومفاصل الأمور في مجتمعاتنا، كتير مهم أنه تبحثوا عن الدماء الشابة وتأهلوها وتدربوها وتعطوها فرص. أنا ما عم أقول أنه تتركوا الأمور هيك أنه فقط لأنه أنا شاب أنا أستحق فرصة، لا، من حقهم الشباب أنه يأخذوا فرصة تدرب وتأهل وكذلك يكون لهم مساهمة مجتمعية أساسية. والرسالة للشباب أنه لحتى المجتمع فعلا يسمع صوتكم ولحتى يشارككم لازم تكونوا مؤهلين بالشكل الكافي، إذا أنت صاحب مهنة فلازم يكون أدائك المهني عالي، إذا أنت طالب جامعي بحيث عن مهارات ناعمة ثانية لغات وحاسب ومهارات عمل ثانية حتى تقدر فعلا تزيد من فرصك ولما تدخل لسوق عمل ما أو في التزام وظيفة ما تكون فعلا قادر على أنه تثبتها بجدارة، وما يكون فقط البحث عن وظيفة أنه لأنه أنا شاب فأنا أستحق وظيفة. كثير مهم أنه تدرب نفسك، والإنترنت الآن صدقوني أنه أتاح مجالات رهيبة من التدرب سواء في ميدان اللغات أو في مهارات الحاسب أو في المهارات الناعمة السوفت سكيلز اللي بيحتاجها أي حدا عم يبحث عن وظيفة أو حتى عن تميز في دراسته الجامعية. صحيح.
أستاذ سلمان، حضرتك ذكرت التحديات والمشاكل، خلينا نقول يلي بتواجه الشباب السوري في الداخل السوري، سواء كان بمناطق النظام أو بالمناطق المحررة. لكن اليوم مثل ما بنعرف يعني نحن في عدد كبير من الشباب السوري هن متواجدين في بلاد اللجوء. لو تخبرنا ما هي أبرز التحديات اللي هي فعلا ممكن تواجه هؤلاء الشباب في بلاد اللجوء؟ من أهم تحديات المهجة للشباب السوري هو الاندماج في المجتمع اللي هن موجودين فيه، مع الحفاظ على روابط وثيقة مع أسرتهم، سواء الأسرة الصغيرة اللي مقيمة معهم أو الأسرة الممتدة اللي تركوها في الوطن. أيضا من التحديات هو وجود موجات شعبوية وعنصرية في المجتمعات اللي بيعيشوا فيها هدول الشباب، تشعرون بالإقصاء في عدد من الحالات، وبالتالي هذا بيصعب مهمة الشاب أنه يندمج، رغم أنه يمكن يملك لغة أو يمكن يكون درس في هذا البلد اللي هو الآن مقيم فيه، أو عم يعمل وعم ينتج، وبالتالي هو عضو فعال ومش عالة أو عبء على هذا المجتمع. أيضا من التحديات وجود تشظي في الهوية عند هدول الشباب، فلا هو قادر، أغلبهم لا هو قادر أنه يعيش حالة هوية بلده الأصلي ويحمل ثقافته للمجتمع الجديد، والمجتمع الجديد مش بالسهولة أنه يتقبله ويسمح له أنه يندمج فيه، سواء ثقافياً أو اجتماعياً أو قانونياً. هي تحديات حقيقية فعلاً، لكن خلينا نشوف جانب جيد في الأمر. الشباب عادةً في المرونة اللي عندهم هنن أكثر قدرة على الاندماج، هنن أكثر قدرة على إيصال الصوت. رح أحكي عن نموذجين بسيطين وموجودين هنن في سياقنا السوري. عمر الشغري، الشاب البانياسي اللي طلع من براثن الموت بعد ما كان يوصل له عدة مرات في معتقلات النظام، وقدر أنه يعمل صوت للشباب السوري في أوروبا، وكذلك كان له مشاركة بالأمم المتحدة، قدر أنه يوصل الصوت وقدر كفرد أنه يعمل شيء جميل تجاه قضية الشباب وقضية المعتقلين. الشاب الصغير اللي هو 18-19 سنة اللي اشتهر بعبارته الشهيرة بان إنسانم، أنا إنسان، أحمد من حوالي شهر لما انتشر أحمد. كمان هذا الشاب على وضعه كفرد قدر أنه يوصل رسالة تجاه بعض الناس اللي ما عندهم القيم الإنساني ولا القيم اللي تدعو للتقبل، حاول أنه يوصل صوت، ولحسن حظه أنه هذا الأمر كان مصور إعلاميا وعمل حملة صغيرة لأجل التوعية بقضايا التنمر اللي عم يعانوا من الشباب في مجتمعاتنا الجديدة. أستاذ سلمان، ذكرت يعني بحديثك أنه اليوم الشباب ببلاد اللجوء عم يعيش نوع من الضياع أو التشتت، يعني ما بين هويته السورية وأيضا الثقافة اللي عم يعيشها بالبلد الجديد. اليوم كيف نعزز الشعور بالانتماء إلى الوطن والهوية عند الشباب السوري، خاصة من هم خارج سوريا، سواء كان في تركيا أو في البلاد الأوروبية؟ هذا الأمر حقيقة مسؤولية جهتين تنتين. المسؤولية الأولى والمؤسسة المجتمعية الأولى هي الأسرة. مهما كان المجتمع مقصر، مهما كنا نحن في ظروف صعبة، أكيد الأسرة بتبقى هي الدعامة الأولى لحتى تزرع في الشباب الهوية، تحافظ على علاقتهم بأقاربهم، تقعد تحكي لهم للي ما لحق منهم ذكريات كافية من البلد وآثارها وثقافتها وعاداتها وناسها وتاريخها، نقعد نحكي لهم ونحاول نعيشهم بهذا الجانب، وهذا الشيء بده وقت وجهد وابدا ليس عذر لاي اسره بتهمل هذا الجانب. والرساله الثانيه او الجهه الثانيه اللي ممكن تساهم بهذا الامر هي تجمعات السوريين في المغترب، المنظمات اللي اقاموها السوريين، المراكز الثقافيه، التجمعات، مجالس الجاليات، هي مطالبه فعلا انه تحافظ على جسر دائم. وفي هذا الامر بنلاحظ انه الجاليات الفلسطينيه في الشتات عملت كثير جهد كبير انه على الاقل تحافظ على الهويه والجذور، واكثر من قصه انه انا تشايل مفتاح بيت اهلي قبل 60 سنه او 70 سنه. حاولت فعلا انه تعمل مؤسسات وتدمج الشباب وتعمل منه نقطه امتداد للوطن، وهن الموجودين في الشتات يدعموا مجتمعهم الاصلي ثقافيا وعلميا وحتى ماديا وسياسيا وبكل النقاط. هذا امر ممكن، واعتقد نحن كسوريين كثير مهم نتعلم من تجربة التنظيم المجتمعي اللي عملوه إخواننا الفلسطينيين، وهن سبقونا في مأساتهم تاريخياً، اللي يكون مأساتهم قديمة نسبياً، ونحن الآن للأسف بشكل أو بآخر عم نعيش قريب من هاي التجربة، وكيف إنه العالم عم يحاول إنه يميع قضية حق الشعب السوري في التحرر. فكتير مهم إنه نتعلم من هاي التجربة، وكيف قدروا إنه يورثوا هاي القضية للأبناء والأبناء يورثوها للأحفاد. كانت مراهنة الاحتلال الصهيوني على شغلتين: الآباء سيموتون والأبناء سينسون.
لا بأس يموتون، هذا شيء طبيعي، لكن مراهنتهم على أنه الأبناء والأجيال الثانية حتنسى ما كانت صحيحة. وهذا الأمر مثل ما قلت بعهدة الأسر وبعهدة التجمعات والمراكز الجاليات ومراكز المجتمع المدني أنه هن يحافظوا على جيل الشباب واليافعين اللي هن رجال المستقبل أكيد. على أنه يحافظوا على دعمهم وربطهم دائما بمجتمعهم الأصلي وبلدانهم الأصلي. أستاذ سلمان، كون الوقت انتهى معنا، ختام فقرتنا معك لليوم، ما هي رسالتك للشباب السوري اليوم؟ رسالتي للشباب هي من ثلاث نقاط. إذا كنت أنت خارج سوريا فأتيح لك وصول مجتمعي من ناحية اللغات، من ناحية الأمان النسبي اللي عم تعيشه، فأنت مطالب فعلاً أنه يكون جزء من وقتك واهتمامك لإخوانك وأهلك وبلدك وناسك داخل سوريا. إذا كنت موجود في الشمال السوري، نصيحة جداً، ابحث عن فرص عمل عبر الإنترنت، عبر التأهيل والتدريب. مبادرة ألف مبرمج اللي انطلقت من فترة في الشمال السوري جداً رائعة، وبتقدر تساعد الشباب اللي عندهم اهتمامات تقنية وبرمجة أنه يقدر يوصل للعالم ويكسب مال وبنفس الوقت يحقق أمان وظيفي. الرسالة الثالثة هي للأسر والمجتمعات ومراكز العمل المجتمعي، جداً مهم أن تستثمروا في طاقة الشباب وفي عنفوانهم وفي حماسهم وفي آمالهم، وبنفس الوقت من حق الشباب عليكم أنه تعلموهم وتدعموهم وتساعدوهم وتقدموا لهم الدعم والمشورة، وأيضاً تصبروا عليهم إذا أخطأوا وتعطوهم فرص وتوثقوا بقدراتهم أنه حيقدروا يقوموا تاني وحيقدروا أنه يصنعوا شيء مهم، وما تشعروا بالتنافس أو أنه هن حياخذوا مكانكم. احرصوا على أنه يكونوا هن امتداد لكم وهن فعلاً العمق الثقافي والمجتمعي لكم، وغالباً الشباب ما حيخيب ظنكم إذا أخذ فرصة عادلة ومناسبة وتلقى الدعم والاحتضان الكافي. شكراً لك أستاذ سلمان العباس، باحث اجتماعي، كنت معنا للحديث عن أبرز التحديات التي تواجه الشباب السوري. شكراً لك، وبدنا نتمنى هيك كل التوفيق والنجاح للشباب السوريين سواء كانوا بالداخل السوري أم خارج سوريا. شكراً لك. شكراً لكم، وتحياتنا وأمنياتنا لكل الشباب والشابات في سوريا بمستقبل أفضل ويحمل الخير لهم ولبلدهم جميعاً إن شاء الله. مشاهدينا، لهون بنكون وصلنا لختام حلقة اليوم من صباح سوري، مع أمنياتنا لكم بيوم سعيد، دمتم برعاية الله وإلى اللقاء. أكيد مشاهدينا بإمكانكم تابعونا عبر معرفات قناة حلب اليوم الرسمية، دمتم برعاية الله وإلى اللقاء.